السلام عليكم. هذا المختبر احنا عندنا هسه بهذا الملف المختبر السابع والثامن سوا، فانا راح اسوي جزئين، راح اشرح المختبر السابع واحد والمختبر الثامن واحد رغم هن نفس الملف، تمام؟ فالمختبر السابع هو طبعا الباثولوجي يعني كذا، يعني فهو الإزما اند ترومبوسيس. الإديما بس اسم، هاي هنا كاتبي، بس هو ماكو اي محتوى بهاي المختبر عاليه، يعني ماكو إديما بس ترومبوسيس هنا يحكونا. شنو هي الثرومبوسيس؟ الثرومبوسيس يقول لك هي formation of solid or semi-solid mass from the constituents of the blood within the vascular system during the life. يقول لك انه هنا راح تتكون لك ماس، كتلة، تمام؟ هاي الكتلة تعتبر يا اما semi-solid يا اما solid. زين شنو هاي الكتلة؟ الكتلة عبارة عن blood، تجمع من الدم، يعني مو دم سائل، لا، تجمع الكريات مالتها وحدهن، تجمع ال RBC، ال White BC، ال Platelet، يعني كلها راح تجمع وتسوي لك ماس. هذا الماس يا اما solid يا اما semi-solid، وين؟ داخل ال vascular system، تمام؟ زين شنو هي الباثوجينيسيس مال هاي؟ شلون راح يصير؟ يعني شنو الباثوجينيسيس؟ يعني شلون راح يصير لك ثرومبوسيس؟ There are three primary infections predisposed to thrombus formation. The so called يصحوا لها فيرشو ترايد. فيرشو ترايد هو فيرشو، هو عالم، تمام؟ ترايد يعني هو ثلاثي. فيعني هذا اللي ثلاث امور راح تسبب لك ثلاثيه، راح تسبب لك الثرومبوسيس. اول وحده هي الاندوثيليال انجوري. طبعا الاندوثيليال انجوري هي تصير لك بالارتري، يعني راح تسوي لك ثرومبوسيس بالارتري. ستيسز، الستيسز راح يسوي لك هو ستيسز، يعني شلون يعني يصير ركود بالدم، يعني يمشي عليك كيف او ركود بهاي. اكثر شيء يصير وين؟ بالفين. توربولنس اوف بلاد فلو، هنا توربولنس يعني راح تمشي الدم بكل الاتجاهات مو اتجاه واحد. هاي يصير بالقلب، بالهارت، وبالشنو بعد؟ الارتري، يعني بالهارت وبالارتري، تمام؟ اما البلاد هايبر كوغولابيلتي، يعني هايبر كوغولابيلتي يمكن هذه لما تصير بالفين، اي ثينك يعني كل شيء هيصير ما متأكدة، بس المهم انه هذا الهايبر كوغولابيلتي راح هماتي، يعني راح عندك عوامل يعني راح تزيد انه هي تسوي لك تخثر. ها كوغولابيلتي يعني راح تزاد من عندها كوغولايشن، تمام؟ ثلاث عوامل هي يصحون البارشوك ترايد، زي المورفولوجي مالتها. الثرومباي ما ديفلوب اني وير اذا كارديوفاسكولار سيستم، اذا راح تتطور بكل مكان بالكارديوفاسكولار سيستم، داخل الكارديك تشامبر او الفافل كوسبس او بالارتريز او بالفينز او بالكابيلاريز. They are of variable size and shape depending on the site of origin and the circumstances leading to their development. اللي راح تختلف لك بالحجم والشكل مالتها وفقا للمكان اللي هي تنشئ منه، السايت، المقع اللي نشأت منه، مال origin مالتها والcircumstances، يعني الظروف اللي أدت إلى هذا development أو اللي أدت إلى هذا thrombosis. An area of attachment to the endothelium, vessels or heart wall. هاي يعني الأريا مال attachment، الأريا اللي أو المنطقة اللي يلتصق بها thrombosis، اللي صايرة تحت الفصل، يعني عندنا لك فصل أو هارت وال، يعني اللي صايرة تحت الثرومبوسيس بالفصل أو بالهارت وال، تمام؟ هاي اللي يتسق بها مكان الثرومبوسيس. Frequently formats at the point of origin is characteristic of all thrombosis. راح يقلك يعني formats يعني شلون راح تكون ثابتة بالمكان مال أوريجين مالتها، هاي من صفات الثرومبوسيس. Propagating tile may not be well attached and particularly in veins. إذا براند تو فرجمنتيشن راح يتكسر هذا البروباجيتينج تايل، راح يتكسر يصير بفرجمنتيشن وكريتينج ان امبولس، راح يصحوا له امبولس، تمام؟ اذا هذا البروباجيتينج تايل ايش بيه؟ راح يتكسر. شنو يعني بروباجيتينج؟ يعني يتجمع مثلا هسه هذا، تمام؟ هذا بشخص، هذه كريات دم، ثاني 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 كي متجمعات هنا، لأن الكريات من يتجمع هنا يصحوا لهن خثرة، تمام؟ صارت لك هنا خثرة، راح تجي فوقها الكريات يجن منها كهيجي، يجن منها مثلا، راح يجن يتجمع هنا يصيرن، يجمع الفوق فوق فوق، فهذا يصحوه propagating. التايل هو الفوق، هذا الفوق، الجهة الفوق، تمام؟ هيجي هاي الفوق، فهاي هنا ايش راح يصير بها؟ راح تنكسر هنا، هذه مثلا هذا الفوق راح ينكسر، فمن ينكسر راح يمشي هناك. مين يمشي؟ طبعا هذا اكثر شيء قلنا وين هي؟ هذه بالفين، تمام؟ فانا اعتبر انه هذا فين مو ارتري، فهذا هنا مين ينكسر؟ راح يمشي بالفين. ما راح تمشي هذه الامبيولوس وين؟ بالفين، راح تسوي انسداد. شنو وانا صليت وها هي الامبولاس راح تروح لك. فهنا ممكن الامبولاس تكون خطيره، لانه ممكن تروح تسد لك مكان وهذا المكان يعني فد مكان خطير بالقلب او شو، وين؟ بالها بعد وين قلنا؟ بالقلب او بعد بالهذه،
شو اسمه البراين زين. when formed in the heart or aorta لما تسكوى لك هذي بالترومبوسيس قصدهم بالهارت او بالاورتا ترومباي may have grassly راح تشوفها يا اما grassly او microscopically ابريت لامنيتيشن لامنيتيشنز يعني هذا المظهر مال التصفح صويحات مالتهن او هيجي يعني مظهرهن هو من هذا التخثر راح يصحوا له lines of zan. zan هو اسم عالم تمام lines يعني خطوط فهي راح تطلع لك شلون كانما خطوط غامقه هيجي تمام. فذيس ار برودوكتد باي الترنيتنج بال لايرز اوف بلاتيلز ات ميكسد وذ سام فايبرين. اذا هنا راح تلقى طبقات بال لايرز تكون شاحبه يعني بال يعني شاحبه تمام مو غامقه. هاي ما ليش بيها بيها بلاتيلز مخبوطه ويا الفايبرين تمام. والداركر لايرز اذا شلنا ذي تحتوي لك على ريد سيلز. اذا البال لايرز الفاتحه هي بلاتيلز وفايبرين زين. الغامقه هي شنو الريد سيلز تمام. فراح يصير مخطط غامق وفاتح. الفاتح هو بلاتيلز وفايبرين والغامق هو ريد سيلز. ان فينز اور ان سيميلر ارتريز بالفين او بالسيميلر ارتريز ذا لامينيتيشنز ار تايبيكالي نتس. طبعا هذا وين قلنا انه راح يطلع لك شيء لاينز اوف زان راح تلقاها بالهارت او بالاورتا. بينما بالفينز او الارتريز يعني الصغار مو الكبار smaller arteries the lamentations are typically not as apparent. ما راح تظهر لك هذه lamentation يعني الخطوط الذني. Sometimes the thrombi can resemble statically coagulated blood. يعني شو راح تطلع لك كأنما blood متخثر ويعني واقف بمكانه يعني مو مثل ذي شخطوط هيجي. لا مجرد راح يطلع لك شو كأنما لون الارتري راح يطلع لك لونه غامق هيجي. فsimilar to blood clotted in test tube يعني test tube. شو يعني راح يشبه لك إنه blood متخثر لك بtest tube tube مال الاختبار تمام. أو post mortem clots يعني التخثرات اللي يصير بالدم بعد الوفاة مال الإنسان. Nevertheless, careful evaluation careful evaluation generally reveals irregular somewhat ill-defined limitation. يقول لك إنه هنا هذه يعني الدقيقة هذه التقييمات الدقيقة عموما إنه هي ما راح تظهر لك يعني limitation راح تظهر كأنما irregular غير منتظمة وما راح تحددها وين هاي بالفين وبالارتريز اللي تكون smaller. عندنا نوعين arterial thrombi وبعد شنية شو اسمه الفينس venous thrombi تمام. الفينس ما عندنا لها صور بس الارتريال thrombi grassly microscopically grassly the thrombi are gray white راح تكون رصاصية على بيضة and friable يعني تتكسر هيك تصير friable هشة and are firmly adherent to the injured arterial wall راح تلتصق بشكل يعني قوي firmly وين بالinjured arterial wall. اذا احنا شنو عندنا الارتيريال ترومباي مو قلنا انه الارتيريال وال من يصير عنده انجارد بالابيثيليوم انجاري فهي راح يسبب لك انه يعني ترومباي بيها انه لا راح تتجمع على هذا المكان اللي صار بيه انجاري بالابيثيليا راح تتجمع عليه شو اسمه الار بي سي. وذن السؤال في بلاتيلز فبذلك راح يصير لك ترومباي. فيقول لك انه هاي الترومباي ار جاي راح تكون جراي وايت تمام ابيض على رصاصي فرايبل يعني تتكسر بسهوله اند ار فاملي ادرنت تو ذا انجورد ارتيريال وال راح تلتصق بشكل كلش عالي بالانجورد ارتيريال وال كالدي بلا بال ترومبوس راح يسحبها بال ترومبوس. ليش بال يعني شاحبه مو غامقه. ذا ترومبوس از يوجوالي سيبر امبوستد اون ذا اثيروسكلروتيك بلاك كيوب يعني عادة هذا الترومبوس راح شو يعني يصير لك أكثر شيء بالإثيروسكلوراتيك بلاك كيو يعني سوبر إمبوست يعني شو راح يثبت أكثر أو يلتصق أكثر بحالات إذا هو شريان بإثيروسكلوروسيس تمام. ما مايكروسكوبيكال ايش راح اشوف كم بوست اوف اجريجيشن اوف بلاتيلز تجمع لك بلاتيلز وذ سام فايبرين لوكوسايت فيو ار بي سي. اذا بلاتيلز فايبرين لوكوسايت والقليل من الار بي سي هذا بالارتيريال ترومباي. طبعا هذه الصوره نورمال هيقول لك this is normal coronary artery with no atherosclerosis ما بي atherosclerosis is normal تمام. and we delete patent lumen that can have the lumen carry as much blood as the myocardium requires تمام. عاد يعني يحمل لك البلد للميوكارديوم تمام اللي تتطلب الميوكارديوم هو هنا يحمل لك هذا اللومن مالته طبعا وهذا الجدار مالته adventitious and السوالف. this is coronary thrombosis هذا هنا coronary thrombosis طبعا شوفوا هذا الاسود هذا وهذا يعني صاير بيه هو كورينر ثرومبوسيس هذا
one of the complications of atherosclerosis. هاي شنو من مضاعفات الاثيروسكلروسيس؟ اذا شنو الثرومبوسيس؟ هي من مضاعفات الاثيروسكلروسيس، يعني راح هو تصلب بي فيتجمع بي ثرومبوسيس. The dark red thrombus is seen in the anterior descending coronary artery. هذا anterior descending coronary artery راح تشوفها. وهاي هنا مكبر لك الصورة، هذا بعد هذا هو الأسود. يقول لك here is coronary thrombosis at higher magnification. عادي ما يقول شيء. هذا coronary artery thrombosis complicated atherosclerosis. بقى هنا عند atherosclerosis فهنا التجويف ما تكون هيك شيء. يعني شو صار بقى هاي thrombosis مالته يعني هيك شيء. فهنا هنا أصلا مسدود هو. يعني بيها atherosclerosis وهي حفظ الصورة وهي تصفى. mixed thrombus lines of zal. هاي الصورة هم ما تيبعوها. لا mixed thrombus صحيح lines of zal. قلنا انه الار بي سي راح تشوفها غامقة، تمام؟ هذا الار بي سي جمع من الار بي سي. اما الفاتح شنو قلنا؟ هو البلاتيلت والفايبرين. venous thrombi grassly. the thrombi are soft. تكون grassly يعني بالعين المجردة. هاي thrombi راح تشوفها soft ناعمة. dark غامقة. dark red يعني أحمر غامق. gelatination okay. شنو هاي gelatinous؟ gelatinous so known as red thrombi. صحوا لها red thrombi. microscopically composed of more RBC. هناك كانت few RBC. هنا more RBC with little fibre. وهي القليل من الفايبري. شوف عكسوها، هنا قليل من الفايبري وبلاتيلات سيليكوسات. هناك كان عندنا فايبرين وبلاتيلات سيليكوسات وقليل من RBC. هنا لا بالعكس، صارت RBC هواي وذنيتها قليلات. هاي وين؟ بالفينوس ثرومباي. فات اوف ثرومبوسيس هاي مهمة. شنو هي فات اوف ثرومبوسيس؟ يعني الخطوات اللي او المراحل مال الثرومبوسيس. وربدي بروبيجيشن. بروبيجيشن يعني تجمع مال ذن التخثرات. مثلا تجمع عن فد 10 كريات حمر، اجى نجمع عن فوقهن. فمن يتجمع عن فوقهن يكبر هذا الثرومبوس، راح يصير حولها بروبيجيشن. امبوليزيشن يعني راح تتكسر لك ذن اللي نجمع. مثلا مو تجمع عندك تجمع عن فد 100 ار بي سي سوا، راح ينكسر من عندها فد 10 ار بي سي وهنا بتكتلات سوا ينكسر ويروح عن يسوون هذا التخثر ويسد لك مكان ثاني. هذا يسحول امبوليزيشن. ديزوليوشن يعني راح تذوب الارتري، راح يذوب. مو هو الارتري يعني ذن التخثر اللي بالارتري راح يذوب. اورجانيزيشن اند ريكوجنيزيشن هنا هي هاي الخثره نفسها مو سدت الارتري. هذا ارتري عندنا، هذا هو الارتري، تمام؟ او لا خلي ارسمه هيجي زين. هذا هو الارتري، جت خثره هنا سدت لك اياه، تمام؟ فهي هنا من سدت لك اياه راح تجيك هنا شلون الفتحات تصير ثقوب هيجي، تمام؟ بنصها ثقوب. يعني هاي الثقوب يصحوها اورجانيزيشن، يعني راح ينثقب هو هذا الثرومبوس بنفسه، ينثقب ويخلي الدم يفوت من عنده، تمام؟ يصحوها اورجانيزيشن اند ريكوجنيزيشن، تمام؟ يعني يعني هو ثرومباي تنثقب المكان مالتها وحتى يفوت منها دم، هيك ينثقب هيك تصير ثقوب. زين يقول لك بالارتيريال سيستم دامج انتيمال لاير از ذا موست امبورتنت. اذا ارتيريال سيستم دامج، تمام، تو انتيمال لاير از ذا موست امبورتنت بريديسبوسال فاكتور ان ثرومبوس فورميشن. ول اذا فينوس الارتيريال سيستم دمج، اذا صاير بي دمج انتيمال لاير بالانتيمال لاير ونسميها اندوثيال لاير، فهنا راح يسوي هاي يعني راح يسوي لك بالارتري، تمام؟ بعد شنو يقول لك فاكتور ان ثرومبوس فورميشن. ويل ان ذا فينوس، بينما بالفينوس سيستم ذا موست امبورتنت بريديسبوسيك فاكتور هو ستيسيس اوف ذا بلاد. اذا صار ستيسيس يعني ركود بالدم، تمام؟ هذا راح يسوي لك ثرومبوسيس بالفينوس بالفينوس سيستم. اما بالارتيريال سيستم هو الدمج تو انتيمال لاير. وها هي هذه بس المحاضرة السابعة وانتهت. مع السلامة.